هنالك ناصي حميد بن عبد الله بن دويس الشامسي يسيطر على بداية هذا الشوط ومع المقدمة في هذه اللحظات، ولكن هنالك بعض التحركات ومن تسلل إلى المقدمة مبعد للسيد حمد بن سعيد بن حارب العفاري على بداية هذا الشوط في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز هنالك شاهين محمد بن سعيد بن حب العامري على ثاني مراكز هذا الشوط، وثالث المراكز من وصل في ثالث المراكز جاهين محمد بن بطي بمناخر الخيالي يتواجد على ثالث المراكز في هذه اللحظات، بينما الرابع المراكز أيضا من وصل شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي على المركز الرابع، وخامسا هنالك ناصي حميد بن عبد الله بن دويس الشامسي مع المركز الخامس في هذه اللحظات، وسادس المراكز هنالك زعفران محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري يتواجد على سادس المراكز ويتابع انطلاقه زعفران على المركز السادس. سابع المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك من وصل صوغان منصور بن بخيت بن ذيبان المنصوري مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز ايضا من وصل شاهين سعيد بن سالم بن راشد الدرعي على سابع المراكز، وثامن المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك سراب خميس بن عبد الله بن خميس المرر ايضا على المركز السابع الثامن في هذه اللحظات. تاسع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام من وصل الظبي عبد الله بن محمد بن سرحان الغفري على تاسع المراكز، وعاشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا من وصل مياس علي بن سلطان بن محمد الشامسي على عاشر المراكز. ندانا الاول مشاهدينا متابعينا الكرام دعنا وعلى حضراتكم كاملا مكملا حتى المركز العاشر وما وراء العشر خلف الكواليس، هنالك اسماء وهنالك شعارات، ولكن لنا عوده مع بدايه هذا الشوط، لنا عوده مع المراكز المتقدمه ومع المركز الاول، وهنالك مبعد ما زال يسيطر على بدايه هذا الشوط حمد بن سعيد بن حارب العفاري مع بدايه هذا الشوط ومع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي يتواجد على ثاني مراكز هذا الشوط. ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك ناصي حميد بن عبد الله بن دويس الشامسي على ثالث المراكز. رابعا من وصل في رابع المراكز زعفران للسيد محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري على رابع المراكز. خامس المراكز شاهين سعيد بن سالم بن راشد الدرعي على خامس المراكز. سادسا هنالك من وصل في سادس المراكز الظبي للسيد عبد الله بن محمد بن سرحان الغفري على سادس المراكز. وسابع المراكز شاهين محمد بن بطي بن مناخر الخيال على المركز السابع. ثامن المراكز صوغان منصور بن بخيت بن ذيبان المنصوري، وثامن المراكز شاهين محمد بن سعيد بن حب العامري. تاسع المراكز وصل الحذر للسيد حمد بن سالم بن هضع الشريفي على تاسع المراكز، وعاشرا هنالك سراب خميس بن عبد الله بن خميس المرر. مشاهدينا متابعينا الكرام ندال الثاني ولنا عوده مع مقدمه هذا الشوط، وهنالك بعض التغيرات التي حصلت على مقدمه هذا الشوط. هنالك شاهين غير وانتقل انتقاله مميزه مع المسار الاول ومع الانطلاقه الاولى بشعار علي بن محمد بن رحمه الشامسي على المقدمه في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز هنالك مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري على المركز الثاني في هذه اللحظات. وصلنا لوحة الكيلومتر الأخير، وصلنا هنا الإثارة والتحديات، ولكن الهدوء سيد الساحة وسيد الموقف. وحتى الآن مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الأول في هذه اللحظات، هنالك شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي يسيطر على بداية هذا الشوط ويقود هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما ثاني المراكز من وصل شاهين الآخر سعيد بن سالم بن راشد الدرعي على ثاني المراكز في هذه اللحظات. ثالث المراكز هنالك زعفران
محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري وصل في هذه اللحظات ايضا هنالك على ثالث المراكز ورابعا رابع المراكز ناصي حميد بن عبد الله بن دويس الشامسي مع المركز الرابع، خامسا ايضا من وصل على خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري، ولكن مع البداية مع المقدمة ومع المركز الأول ومع شاهين شاهين السلالة الشاهينية الغنية عن التعريف وأيضا يسيطر ويقود هذا الشوط علي بن محمد بن رحمة الشامسي مع البداية، وركز التركيز مطلوب في الأمتار الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة، شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي على البداية على المقدمة وثاني المراكز، هنالك شاهين الدرع قادم الدرع يواصل في هذه اللحظات، ولكن التهاني سلامات شاهين لسيد علي بن محمد بن رحمة الشامسي في المركز الأول، ثاني المراكز مشاهدين ومتابعي الكرام أيضا المركز الثاني سعيد بن سالم بن راشد الدرعي في المركز الثاني، ثالث المراكز زعفران لسيد محمد بن عبد الله بن أحمد الظاهر، رابع المراكز من وصل محمد بن بطيب بن مناخر الخيالي، خامس المراكز كان من نصيب ناصي حميد بن عبد الله بن دويس الشامسي، مشاهدينا متابعي الكرام نعود بالتهنية والسلامات إلى مالك شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي بهذا الفوز وبهذا التميز في هذا الشوط مشاهدينا ولحظات وصول شاهين لسيد علي بن محمد بن رحمة الشامسي، التوقيت الزمني لحظة وصول شاهين 7:56 ثلاث أجزاء من الثانية، توقيت شاهين لسيد علي بن محمد بن رحمة الشامسي، بينما ثاني المراكز أيضا هنالك شاهين سعيد بن سالم بن راشد الدرعي 7:56 ثلاث أجزاء 7 أجزاء من الثانية، المركز الثاني وثالث المراكز كان زعفران محمد بن عبد الله بن أحمد الظاهري 7:57 وثلاث أجزاء من الثانية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا لازلنا نتواصل، هكذا لازلنا نجدد.